والآن إلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. أيوب: نعرف كل شيء عن المنافس ولكن البدايات صعبة في دوري الأبطال. الوفد: الأهلي يعسكر ليمونانا غدا. الوطن: فحص طبي لغالي في الأهلي. وفي الشروق: حمودي يغيب عن مواجهة مونانا. اليوم السابع: سعد بسمير يعود لقائمة الأهلي أمام مونانا. فيتو: معوض، هدفنا الفوز على مونانا في المباراتين. الميدان: الأهلي يتفق مع الأمن على ترتيبات حضور الجماهير باستاد القاهرة. رياض 24: محمد هاني يسابق الزمن للمشاركة مع الأهلي أمام مونانا. الأهلي.com: الأهلي ينفي رسميا تجميد عبد الله السعيد وأحمد فتحي. يورو سبورت عربية: البدري يحذر من تكرار سيناريو بيدفاست أمام مونانا. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.